قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقول الله عز وجل إنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الخطاب مؤكدا بإن، لأن إن تفيد التوكيد. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته من باب أولى. وقوله لا تهدي هنا نفي، لأن لا هنا نافية، وتهدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. والمراد من هذه الهداية هي هداية التوفيق والإلهام. والقاعدة المقررة في الأصول أن الفعل المنفي يفيد العموم، ومن ثم فإن هداية التوفيق والإلهام لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم منها ولو شيئا يسيرا. وقوله من اسم موصول، قال في تتمة الآية: ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن حرف الناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر ويفيد الاستدراج، فيكون اسمها لفظ الجلالة الله، والخبر جملة يهدي من يشاء. ولا تكون حرفا ناسخا إلا إذا شددت، أما إذا خلت من التشديد فإنها لا تعمل عمل إن، تكون مهملة. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، ليس النطق لكن الله، وذلك لأن التشديد خلا منها فأهملت. ولكن الله يهدي من يشاء، والهداية هنا هي هداية التوفيق والإلهام، يهدي من يشاء. ولتعلم أن أي فعل ينسب إلى الله عز وجل فإنه فعل مبني على حكمة، فليس فعله جل وعلا كفعل المخلوقين، يفعل المخلوق الشيء من غير حكمة. أما الخالق عز وجل فإن أفعاله كلها مبنية على الحكمة. ولذا قال تعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تتمة الآية: إن الله كان عليما حكيما. ففعله مبني على علم وعلى حكمة. وقوله عز وجل من يشاء فيه تقييد، فيفهم منه أنه جل وعلا يضل من يشاء. فإذا كانت الهداية لمن يشاء من خلقه، فلزاما أن يكون بعض الخلق غير مهتد، بمعنى أن الله قد أضله. قال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. وقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله. وقال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وهدايته عز وجل لمن يشاء كما في هذه الآية هم الأقل، فيكون الضالون هم الأكثر. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى عن أهل الكتاب: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ففي هذه الآيات وغيرها مما لم تذكر هي دلالة على أن الهداية بيد الله عز وجل. فقوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين، يعني أعلم بمن يستحق هذه الهداية، بمن هو محل لهذه الهداية. ولكن لا يعني أن يبقى العبد دون أن يعمل احتجاجا بالقدر،